عرض عسكري جاب في أحياء مخيم برج البراجنة في بيروت، وقسم على تحرير فلسطين سبق إيقاد الشعلة 57 لانطلاق حركة فتح التي أحياها تيار الإصلاح الديمقراطي في منطقة بيروت. في ذكرى الانطلاقة يقدم التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح نموذجا وطنيا وتنظيما يحاكى نظامها الداخلي ويؤكد على رؤية القائد الأخ محمد دحلان بتجديد الحياة التنظيمية وإغناها بالعناصر الشابة القادرة على العطاء، متمسكين بضرورة إصلاح ما أفسدته سياسة التفرد والإقصاء لتعود فتح بيتا يجمع أبنائه كما أراد الزعيم الرمزي ياسر عرفات. وعن أوضاع اللاجئين في لبنان أكد الهابط على ضرورة إعطائهم الحقوق المدنية والسياسية في ظل تراجع خدمات وكالة الأونروا، مستنكرا ما وصفه بالأحداث الأمنية الفتنوية الخطيرة والمستنكرة التي تهدد السلم الأهلي في المخيمات وتلوث تاريخ الفلسطينيين. نحن كتيار إصلاح ديمقراطي لن نرضى أن يسجل علينا التاريخ أننا أصحاب مشاريع لتدمير المخيمات أو شهود زور، بل سيسجل التاريخ أننا كنا يد عون المخيمات ودرع لحماية أهلنا والجوار اللبناني الشقيق، وسنفشل نحن وشرفاء المخيمات جميع المؤامرات تحت أقدامنا. ولم يغب عن الاحتفال التأكيد على ضرورة إتمام المصالحة الوطنية وتعزيز الشراكة بإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وإنعاش الحياة الديمقراطية عبر صندوق الانتخاب. عيون اللاجئين في لبنان على فلسطين وبذكرى الانطلاقة يؤكدون على ضرورة استعادة الوحدة والحفاظ على السلم الأهلي كطريق للعودة. حنان عيسى الغد من مخيم برج البراجنة، بيروت.